شيخ أيمن، احنا نعتذر المشاهدين لو المشهد يعني صعب شوية، ولكن ده شو بيقاتل بإيه؟ ده لابس درع ومعاه سيف، والتاني لابس البدائي بتاعهم وماسك جزع الشجرة، وفي الآخر كان النصر لابو سريعا. هنشوف بقى المواجهة دي أسفرت عن إيه غير مقتله، طبعا مقتل ماجلان، حصل إيه بعدها؟ لابو كان بيقاتل بالعقيدة، عقيدة ان هو انا اما نصر اما شهادة، عشان كده ما كانش فرق معاه. لما طبعا جرحه في الاول خالص، فطبعا طلع الدم من فين، وما كانش اصابة جامدة خالص، لكن هو اتخض ما جلنا نفسه من الدم. فطبعا فبيتراجع، فوقع، فطبعا فراح طبعا ايه طير لابو رقبته، فانسحب كل قواته وخدوا سفينة واحدة من خمس سفن، خد سفينة واحدة وكل الباقي قتل وفروا بيها لغايه لما رجعوا لاسبانيا. وبعد كده اسبانيا ايه حاولت محاولات تانية حتى ياخدوا جثه ماجلان، ولابو لابو رفض. وحتى لما جه دفنوا في مكان لا يعرفه احد، عشان ما جيش ياخدوه بعد كده في اي وقت. طبعا ماجلان بعد ما حصل الموضوع ده، طبعا حاولوا طبعا محاولات شرسه عشان الانتقام من ماجلان من لابو، لكن كل محاولاتهم كانت بتصدى ليهم. وكان زي ما قال الشعب الفلبين، كان بطل قومي رفع رأس الفلبين، حفظ لهم كرامتهم فعلا، سواء كانوا نصارى أو وثنيين. ولكن طبعا هو طبعا بطل محفور في أذانهم هناك، لكن للأسف عندنا كمسلمين لا نعرف من هو لابو ولا جزيرته ولا